مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم ولقاء متجدد على شاشه الاسكندريه والعاصمه الثانيه. العاصمه الثانيه ثانيه بثانيه عزيزي المشاهد معك على الهواء مباشره. خلينا ناكد على حضراتكم ان احنا النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا، لان الزياده السكانيه ترتهم كل عناصر التنميه، ومن هذا المنطلق كان هناك الحقيقه جهود كثيره عديده من كل الجهات لمحاولات جاده لتنظيم الأسرة، لتنمية الأسرة وليس لتحديد النسل. طبعا عندنا بعض الأخبار، كل التمنيات بالشفاء العاجل للست الوزير هشام أمنة. عنده النهاردة الحقيقة كان في اجتماع في مجلس الوزراء في العالمين، وكان راجع في سيارته، حصل انه كان في حادثة ان شاء الله يقوم منها بألف سلام في الفترة القادمة. كمان كان في حريق في احد الكنائس في المنيا، والحمد لله ما فيش خسائر في الأرواح. بعض الأخبار هنشوفها سويا. أولى هذه الأخبار، الرئيس السيسي: مصر تحتاج جميع سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين في كل المجالات. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض أيضا جهود الوزارة للاطلاع بمشروع للتدريب الحرفي والفني للشباب في القرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصري بالخارج، وفي إطار مبادرتي حياة كريمة وقوارب النجاة، حيث وجه الرئيس بتكثيف تلك النوعية من البرامج ورفع مستواها وزيادة عدد المتدربين من الشباب فيها لاكتشاف المواهب والقدرة المتميزة في المجال الحرفي والفني، مع صقلها على مستوى فني راقي بالنظر لمساهماتهم في دفع عجلة التنمية. خبر آخر الحقيقة عن حياة كريمة. حياة كريمة بقت في كل المجتمعات، وكلنا كمصريين الحقيقة حادث كنيسة أبو سيفين أثرت فينا بشكل كبير جدا. قدمت حياة كريمة خلال وجودها العداء في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين: المصريون واحد في أي محنة. وده مش كلام ومش صور، ولكنها حقيقة قاطعة: المصريين واحد في أي وقت وأي محنة. قام وفد من مؤسسة حياة كريمة بتقديم واجب العزاء في حادث كنيسة أبو سيفين للأنبا يوحنا أسقف المطرانية شمال الجيزة، وتابعها في مقر كنيسة الملاك ميخائيل، وذلك في ضحايا حادث حريقة الكنيسة بإمبابة، والذي راح ضحيته 41 ملاك، 41 شهيد لهم الله. إن شاء الله وربنا يعزيهم، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا يعني نسأل الله إن بالفعل يعني يربط على قلوب ذويهم. وأكدوا أن المصريين شخص واحد، ما احناش محتاجين نأكد، هي دي حقيقة دامغة. ليه التصريحات دي بتطلع في ذلك التوقيت؟ احنا مش محتاجين نأكد. ومؤسسة حياة كريمة على استعداد إنها تقوم بأي شيء. ثالث خبر الحقيقة، وبتلتفت كل أنظار العالم في هذه الأونة لشيء مهم جدا، وهو مؤتمر نوفمبر عن المناخ. وزيرة البيئة حملت رجع الطبيعة لطبيعتها، يا ريت، وأولها بحر اسكندرية. رجعوا الطبيعة لطبيعتها وأولها كورنيش اسكندرية، استغرقت 4 أشهر لإعدادها بشكل مبسط للمواطن. أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الحرص على أن يتحدث الجميع بلغة تغير المناخ أو تغيير المناخ، وأن يكون هناك وعي بيئي حقيقي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكافة أطيافه.
في حماية البيئة من آثار التغيرات المناخية وتنمية المسؤولية لديهم بأهمية دورهم في تلك القضية، خاصة ونحن على مشارف استقبال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ 27 COP في إن شاء الله، يعني جاء ذلك في كلمة سيادة الوزيرة. فاصل مشاهدينا، احنا بعد ايام او في هذه الايام بنحتفل بمرور 3 سنوات على مبادرة حياة كريمة. قدمنا ايه وننتظر ايه؟ ده اللي هنعرفه حالا.